مساء الخير حضرات، هتكلم النهارده في موضوع سريع مش هاخد من وقتكم دقيقتين. الفترة اللي فاتت عملنا مقارنات بين العربيات الزيرو، وطبعا شفنا الأسعار وصلت لفين. المشكلة إن العربيات اللي عملنا لها المقارنة من يومين أسعارها زادت بال50 ألف. ده غير إن الأسعار اللي ذكرتها في الفيديو مش هي اللي هتشتري بيها من المعارض، الأسعار دي المعلنة في كل شركة، لكن طبعا أول لما تبدأ تنفذ وتشتري هتلاقي السعر زاد، لأن المعارض حاليا بتحط أوفر برايس. طبعا كلنا عارفين الموضوع ده. المشكلة مش بس في الأوفر برايس، المشكلة في السعر اللي طالع ومستمر بدون أي رقابة. يعني عربية مثلا زي النيسان صني، عربية منتشرة عاملة زي ال28 زمان، العربية دي عملت لها فيديو مقارنة مع عربيات تانية وكان سعرها 448 ألف جنيه. بعد أقل من أسبوع بقى سعرها 514 ألف. النهاردة أعلى فئة فيها 650 ألف جنيه. يعني أنتوا فاهمين القصة، عربية تجميع مصري، كلنا عارفين معنى الكلام ده. مش محتاج أفسر أكتر من كده يعني إيه تجميع مصري. عربية بالإمكانيات دي بالمواصفات دي، وكلنا عارفين صاجها شكله عامل إزاي وموتورها وسحبها وكل حاجة، يعني يبقى سعرها 650 ألف جنيه في المعارض، ده شيء يعني مبالغ فيه. أعتقد إن السعر ده دخل كده في مرحلة التهريج. عشان كده أنا هرجع تاني أعمل فيديوهات المقارنة بس ما بين العربيات المستعملة، وهبعد الفترة دي خالص عن العربيات الزيرو خالص. وانصح كل اللي عايز يشتري الفترة دي عربية انه يبعد عن الزيرو ويخليه في المستعمل، في الموديلات القديمة، مش القديمة قوي يعني، اللي هي تبقى قريبة مثلا من بعد 2012. اشكركم، سلام. ده فئة فيها 650 الف جنيه. يعني انتوا فاهمين القصة، عربية تجميع مصري، كلنا عارفين معنى الكلام ده. مش محتاج افسر اكتر من كده يعني ايه تجميع مصري. عربية بالإمكانيات دي بالمواصفات دي، وكلنا عارفين صاجها شكله عامل إزاي وموتورها وسحبها وكل حاجة، يعني يبقى سعرها 650 ألف جنيه في المعارض، ده شيء يعني مبالغ فيه. أعتقد إن السعر ده دخل كده في مرحلة التهريج. عشان كده أنا هرجع تاني أعمل فيديوهات المقارنة بس ما بين العربيات المستعملة، وهبعد الفترة دي خالص عن العربيات الزيرو خالص. وانصح كل اللي عايز يشتري الفترة دي عربية انه يبعد عن الزيرو ويخليه في المستعمل، في الموديلات القديمة، مش القديمة قوي يعني، اللي هي تبقى قريبة مثلا من بعد 2012. اشكركم، سلام.